أيضا عمر، يعني هل في سياق الأنباء التي تحدثت عن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار لتسجل 18 ليرة و85 قرش مقابل الدولار الواحد، هل لها علاقة بما حدث فجر اليوم من وقوع هذا الزلزال؟ بكل تأكيد، يعني الليرة التركية أحمد كانت على شفا حفرة. الليرة التركية كانت يتم يعني جعلها تصمد عبر خزائن البنك المركزي التركي التي هي خزائن أو احتياطات متهالكة أصلا حقيقة، وتركيا يعني لا تتحمل كارثة بهذا الحجم دون أن تتأثر الليرة التركية ودون أن يتأثر الاقتصاد التركي بشكل كبير. الاقتصاد التركي يعاني أصلا من الكثير من المشاكل، إن تحدثنا عن طبعا ارتفاع العجز التجاري الخارجي الذي حقق أرقام قياسية اليوم ووصل إلى 110 مليار دولار، هذا رقم يعني على مستوى قياسي على من تاريخ في تاريخ الجمهورية التركية، لم تصل الاقتصاد التركي أو العجز التجاري الخارجي إلى هذا الحد في أي فترة سابقة. نحن نتحدث هنا عن طبعا إجراءات حكومية تحاول بشكل أو بآخر ضبط أسعار الصرف عبر استخدام الأموال الموجودة أو الاحتياطات الموجودة في البنك المركزي. نحن نتحدث عن يعني أرقام لأموال تصل إلى تركيا بشكل يعني مجهولة المصدر تصل إلى تركيا، والاقتصاديون الأتراك هنا كانوا يحذرون الحكومة التركية من استمرار هذه السياسات الاقتصادية التي تتعامل بمبدأ تخفيض أسعار الفائدة ولم تستطع التحكم بمعدل التضخم الذي يعني أساسا هو مرتفع جدا في تركيا اليوم. ومع هذه الحادثة في الحقيقة يعني الوضع حاليا يسوء بشكل أكبر، وقد نجد يعني تدهور أكبر بالنسبة للاقتصاد التركي، لا يتعلق فقط بمسألة الكارثة التي حصلت اليوم في تركيا، وإنما بأساسيات موجودة في الاقتصاد التركي التي كانت أساسا يعني مترهلة.